تنظيمها الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع محل بمدينة ورزازات. مرحبا بكم في ورقة اليوم الثاني التي ستتكون من 4 ورقات. الورقة الأولى هي لسيد إبراهيم أبطال، أستاذ بثانوية سيدي داود التأهيلية، حول فلسفة السياسة. الورقة الثانية هي للسيد مصطفى قلقول، أستاذ الفلسفة بثانوية محمد السادس التأهيلية، حول الغيرية في المشروع الفلسفي لليفيناس. وورقة أخرى حول علاقة الفلسفة بالفن للسيدين محمد وحدويشو ويوسف حماتي من ثانوية أبي القاسم التأهيلية بمدينة أبي سكور. وأخيرا هناك مداخلة للسيد حسن الواحل الذي ننتظر حضوره، حول مفهوم المجتمع المدني، تأصيل فلسفي للمفهوم. إذا بداية نعرج على الورقة الأولى للسيد إبراهيم الطالب، فليتفضل مشكورا. ورقته حول فلسفة السياسة. شكرا. شكرا السيد المنسق، وشكرا على الحضور الكريم في الأمسية الثانية وفي اليوم الثاني بعد الأمسية التي تمت في أمس. ورقتي سوف تكون مختصرة بالإمكان، وسوف تتمحور حول الموضوع الفلسفة والسياسة أو العلاقة بين الفلسفة والسياسة. يمكن أن نقول بأن الاشتغال الفلسفي بالسياسة يعود إلى الفلسفة اليونانية، خصوصا مع أفلاطون في كتابه الجمهورية، وأرسطو في كتابه في السياسة، وإلى رغبة فلاسفة اليونان في وضع قوانين لتدبير المدينة الدولة بإرجاع الظواهر الاجتماعية إلى قوانين المدينة، كما تم إرجاع الظواهر الطبيعية إلى قوانين الطبيعة. بمعنى سعي فلاسفة اليونان إلى تنظيم المجتمع، كما سبق أن سعوا أيضا إلى تنظيم الطبيعة. ولكن الإشكالية هنا أن دخول ما هو فلسفي اللي هو العقل والبرهان لضبط ما هو السياسي اللي هي القوة والسلطان سيفرز مشكلة فلسفية طرحها أفلاطون، وستلازم الفلسفة السياسية ولو بشكل لا شعوري حتى عصرنا هذا. لماذا؟ يمكن أن نقول بأن الفلسفة هي عقل بدون سلطة، بينما السياسة هي سلطة بدون عقل. وبذلك سعي ما هو عقلي لضبط ما هو ليس عقلي سيفرز إشكالية فلسفية ما زالت يعني تلازم عصرنا هذا، يعني أقصد الفلسفة المعاصرة. ويمكن صياغتها في السؤال الإشكالي الأساسي: ما الذي يجب أن يتسلم مقاليد الحكم في المدينة الدولة؟ وما هي الأشكال الممكنة لإدارة الحكم؟ وما هو أفضلها يعني من هذه الأشكال؟ كما تطرح الآن أسئلة أخرى مرتبطة بالسؤال السابق من قبيل: إذا افترضنا أن الديمقراطية أفضل أنظمة الحكم، وهو يعني ما هو متداول في الفكر الفلسفي السياسي المعاصر على الأقل. إذا افترضنا بأن الديمقراطية أفضل أنظمة الحكم، فكيف نحافظ عليها؟ هل يمكن للديمقراطية أن تنحرف مثلا إلى استبداد؟ وهل ينبغي أن تنبني على الأغلبية العددية، هنا ديمقراطية عددية حسابية، أم على التشارك؟ كنتحدثوا هنا على ديمقراطية تشاركية، أم على التشاور؟ تحدثوا على ديمقراطية تشاورية كما هو الشأن مثلا في الديمقراطية الأمريكية. وكيف يحافظ الفرد على حريته في ظل سلطة الدولة؟ لأن أيضا إشكالية العلاقة بين الحرية وسلطة الدولة، يعني الدولة، إشكالية لازمت التفكير الفلسفي الحديث والمعاصر. وكلها أسئلة تصب في إشكالية الكبرى الموجهة لهذه المداخلة، هي ما هي العلاقة بين الفلسفة والسياسة؟ موقع الديمقراطية من أنظمة الحكم، هذه النقطة الأولى في العرض. بالنسبة لفلاسفة اليونان سبقوا أن ميزوا بين 5 أنظمة للحكم. تحدثوا مثلا عن الملكية باعتبارها سلطة رجل واحد ولكن طيب، وتحدثوا عن الطغيان اللي هو ضد الملكية باعتبارها سلطة رجل واحد ولكن سيء، هو الشكل الفاسد للملكية إن شئتم. ثم الأرستقراطية هي سلطة بعض الرجال طيبين،
وضدها الأوليغارشية اللي هي سلطة أقلية فاسدة، يعني الشكل الفاسد للأرستقراطية. ثم الديمقراطية اللي هي سلطة الشعب أو العدد الأكبر أو الجمهور. وفي نظر أفلاطون فالجواب عن السؤال الأول اللي هو من هو المؤهل للحكم كان جوابا أخلاقيا، فقال بأن الأفضل هو من يجب أن يحكم. وكذلك الشأن فيما بعد في نظر ابن خلدون، حتى ابن خلدون في كتابه المقدمة عنده هذا التصور، هذا لا ينبغي فصل السياسة عن الأخلاق. المتخلق هو الذي يجب أن يحكم، أن يدبر شؤون الدولة أو شؤون المدينة. ولكن الانعطاف الذي حدث في الفكر السياسي دشنه المفكر الإيطالي نيكولا ميكافيل في كتابه الأمير، عندما دعا إلى ضرورة الفصل بين السياسة والأخلاق. وبالتالي الممارسة السياسية يجب أن تنفصل عن ممارسة الأخلاق الأخلاقية، وهذا يتضح من خلال مجموعة من الدعوات ومجموعة من الأفكار اللاداعية يعني للدخول في تفاصيلها. وهذا التصور أيضا هو ما كرسته نظرية فلاسفة العقل الاجتماعي في القرنين 17 والـ18، وهو الذي أفرز لنا مجموعة من الإجابات على شكل مذاهب مختلفة في الفكر الفلسفي السياسي الحديث والمعاصر. فمثلا ماركس ولينين الجواب ديالهما على من يجب أن يحكم كان جوابا مفاده أن البروليتاريون، يعني الطبقة العاملة أو الكادحة، هم من يجب أن يحكم وليس الرأسماليون. أما الرأسماليون فيرون العكس. إذن هنا الجواب يختلف حسب المذهب الفلسفي. المشكلة الثانية هي مشكلة العلاقة بين الدولة والحرية، يمكن تلخيصها في سؤال مركزي: ما هي حدود سلطة الدولة؟ ما هي حدود حرية الأفراد؟ وتنبثق هذه المشكلة من أن الإفراط في تمركز سلطة الدولة قد يؤدي إلى القضاء على الحرية. كلما كانت السلطة يعني أكبر كلما ضاقت حرية الأفراد، كما أن الإفراط في حرية الأفراد قد يؤدي إلى تجاوز سلطة القانون. إذن هنا علاقة توتر بين السلطة والحرية، وهو ما تعبر عنه قولة مشهورة لبول فاليري: إذا كانت الدولة قوية قهرتنا، وإذا كانت ضعيفة هلكنا. ما معنى قهرتنا؟ يعني انتفت حرية الأفراد. ما معنى هلكنا؟ سادت الفوضى و دانارشيزم، يعني نظام الفوضى. إن هذه المشكلة يصعب حلها في نظام شمولي، يعني مشكلة العلاقة بين السلطة والحرية. فنحن كما يقول كارل بوبر في حاجة إلى الحرية لمنع الدولة من استغلال سلطتها، وبحاجة إلى الدولة لمنع استغلال الحرية. لكن ما هي الدولة التي نحن بحاجة إليها؟ إذا الدولة شيء لا بد منه، ولكن السؤال المطروح: ما هو شكل الدولة التي يجب يعني أن تحافظ على حرية الأفراد؟ حسب هوبز، الجواب هنا ديال هوبز: يجب أن تكون الدولة قوية قدر الإمكان لمنع حالة حرب الكل ضد الكل، La guerre de tout contre tout. وعنده واحد الكتاب مشهور ليفيتان الذي تناول فيه نظريته في السياسة، عندما ميز بين حالة الطبيعة وحالة المجتمع، وقال بأن حالة الطبيعية يسود فيها الفوضى، القوي يأكل الضعيف، يعني قانون الغاب، وبالتالي لإخراج الناس وانتشالهم من هذه الحالة لابد من وجود قوة جبارة متمثلة في سلطة الدولة. أما في نظر كانت فلا بد من وجود دستور سماه ميثاق أصلي يرسم حدودا دنيا لسلطة الدولة، ولكن حدود قصوى لحرية الأفراد. ماذا لا يمكن أبدا أن نضحي بحرية الأفراد. ويمكن توضيح هذه الفكرة بالرجوع إلى المستملحة الآتية: اتهم أمريكي بتوجيه لكمة إلى أحد الأشخاص، هذه واقعة، وقد دافع المتهم عن نفسه مؤكد من أنه مواطن حر، وأنه بالتالي حر في توجيه لكماته حيث يريد. وهو ما أجاب عنه القاضي بقوله: إن حرية تحريك قبضة يدك لها حدودا يمكن أن تتغير، مسألة مهمة هنا، ولكن أنف مواطنيك يوجد دائما تقريبا خارج هذه الحدود. إذا لا يمكن التدرع بالحرية من أجل يعني جعل كل شيء مشروعا. أما مونتيسكيو الحل ديالو راه واضح في الفكر السياسي، هو أول من دعا إلى ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. إذا استطعنا أن نفصل بين هذه السلطات سوف تتحقق الحرية. فمجال تحقق الحرية في نظري هو عندما تكون السلطات مفصولة بعضها عن بعض. يمكن أيضا أن أتحدث في النقطة الثالثة على أشكال السيادة وأشكال الحرية. يميز طه عبد الرحمن في كتابه روح الدين من العلمانية إلى الائتمانية بين ثلاث أنواع من السيادة،
وسمات الأزمنة الحديدة. النوع الأول هو تسييد الدولة الذي أسس له توماس هوبز في كتابه ليفيتان، هذا النوع الأول. النوع الثاني تسييد الشعب الذي وضع أسسه جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي الكونترا سوسيال. والنوع الثالث تسييد الفرد الذي نظر له الفيلسوف الألماني ماكس شتيرنر في كتابه المتوحد وملكيته. تصورات الفلسفة السياسية الحرية أيضا يمكن التمييز فيها بين أربع تصورات حسب نفس الكاتب، ولكن في كتاب آخر بعنوان سؤال العمل، بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم. التصور الأول هو التصور الليبرالي للحرية، وهو السائد طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمثله الفيلسوف الألماني أشعية برلين في كتابه الثناء على الحرية. ثم هناك التصور الجمهوري مع الفيلسوف الإيرلندي فيليب بيتي في مؤلفه المذهب الجمهوري، نظرية في الحرية والحكومة. التصور الثالث هو التصور الديمقراطي الذي يتزعمه أليكسيس دو توكفايل في كتابه الديمقراطية في أمريكا. ثم التصور الاشتراكي الذي أسسه ماركس ولينين، والذي أثر على التصورات الثلاث السابقة لأنه صيغة لأن تحدث مثلا عن الليبرالية الاشتراكية أو الجمهورية الاشتراكية أو الديمقراطية الاشتراكية. النقطة الأخيرة في هذا العرض هي بعض المشاريع الفلسفية السياسية وإشكالات جديدة، لأن الفلسفة السياسية أيضا شهدت مجموعة من الانعطافات أثرت على الفكر السياسي المعاصر. لقد أخذت الفلسفة السياسية منعطفا جديدا بعد ظهور كتاب نظرية العدالة لجون راولز في بداية السبعينات. هذا الكتاب شكل منعطفا للتفكير الفلسفي، حيث بدأت تطرح إشكالات راهنية كالعلاقة بين اللامساواة والليبرالية السياسية، والعلاقة بين الدولة والمجتمع، وهي إشكالة مطروحة حتى في المجتمع ديالنا، وحدود الدولة الديمقراطية. قلنا في الأول بأن الديمقراطية يعني أفضل أشكال الحكم، ولكن هذه الديمقراطية اتضح فيما بعد بأن لها حدود، بل حدود الديمقراطية في حد ذاتها وليس الدولة فقط. وقد أدى هذا إلى مراجعات لمجموعة من المفاهيم في الفكر السياسي الحديد، كمراجعة مفهوم السلطة الذي قام بها ميشيل فوكو من منظور بنيوي، محاولا تجاوز نظرية فلسفة العقل الاجتماعي. ثم مراجعة مفهوم المواطنة مع حنا أرند عندما دعت إلى مواطنة عالمية، ومراجعة ليو شتراوش لنفس المفهوم اللي هو مفهوم المواطنة منتقدا تصورات فلاسفة العقل الاجتماعي. ثم مفهوم الديمقراطية مع يورغن هابرماس. وغنقتصر على هذه المراجعة الأخيرة فأقول بأن يورغن هابرماس في كتابه الحق والديمقراطية حاول تجاوز الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة. أولا لأن الديمقراطية المباشرة غير ممكنة الآن، كانت في المدينة الدولة لدى اليونان ممكنة، ولكن الآن لم تعد هناك ديمقراطية غير مباشرة، وهناك ديمقراطية تمثيلية. ودعا إلى ديمقراطية راديكالية مثمنا بذلك النقاش العمومي، يعني أن النقاش العمومي هو أساس بناء الديمقراطية، كأساس لبناء السلطة ومراقبتها ومراجعتها باستمرار، ومنطلقا من فلسفته التي تدعو إلى ضرورة تجاوز العقل التجريدي في صورته الديكارتية والكانتية نحو واحد العقل سمى عقل تواصلي قوامه الانفتاح والدعوة إلى التشارك والتشاور كسبيل لبناء القرار السياسي. فالديمقراطية التي تنبني فقط على الأغلبية الحسابية عاجزة عن استيعاب الاختلاف الذي هو أساس كل عمل سياسي. وحتى لا نختم، لا يمكن أن أدعي أو ندعي بأننا أحطنا بكل أبعاد العلاقة بين الفلسفة والسياسة، حسبنا فقط أننا وضعنا أرضية للنقاش والاستمرار في التفكير في حدود ما يسمح به المقام والمقال. وشكرا على حسن المتابعة. شكرا أستاذنا العزيز في هذه المداخلة التي تناول فيها العلاقة بين الفلسفة والسياسة من خلال تأصيل تاريخي لهذه العلاقة كما ورد تبلورت في الخطاب أو في الفلسفة اليونانية، ثم من خلال قراءته أو لمسألته للنظام الديمقراطي حوله وحدوده والمنعطفات التي أعرفها إلى الآن من خلال مجموعة من التصورات الفلسفية. نعرج الآن إلى مداخلة ثانية، ويتناول موضوع الغيرية في المشروع الفلسفي لليفيناس للأستاذ الفاضل مصطفى قلقوف. فليتفضل. مشكورا. شكرا سيد الرئيس، و
أتمنى للجمعية بهذا أعضاء ديال الجمعية الاستمرار والاستمرارية في أعمالهم وفتح مبين بالنجاح إن شاء الله مستقبلا. كما أشكر الحضور الكريم الغيرية عند ليفيناس، ولن سأقف عند مفهوم الغيرية، فالغيرية هي الإيثار باللغة العربية، الإيثار، والإيثار تفضيل الغير عن الذات أو عن الأنا. ثم الغيرية لا تقف عند الإنسان الآخر، بل تنفتح أيضا على الديانة الأخرى، على العنصر الآخر، على الثقافة الأخرى. إن الغيرية دعوة للتسامح، ونعلم جيدا أن الغايات القصوى للفكر الفلسفي هي نشر العقل والتسامح، أخلاق التسامح. ليفيناس فيلسوف، ولد سنة 1905 وتوفي 1995، من أصول ليتوانيا، و يعني الحياة ديالو عرفت الكثير من المنحنيات الشخصية ديالو. ف يعني فر من ليتوانيا، انه هو يهودي الاصل. ليتوانيا كانت معقل عش ديال اليهود، كان فيها ايضا نشاط تلمودي وقراءات للتلمود اللي كان هو نيتي بشرها، وبطريقة هرمنوتيقية. قلت فر من ليتوانيا إلى ألمانيا، ثم بعد ذلك إلى استقر بفرنسا، وكان يدرس بجامعات فرنسا مع مجموعة من الفلاسفة الكبار مثل جون فال، جون بول سارتر وغيره. قبل مقاربة مفهوم الغيرية عند ليفيناس عبر مساره الفلسفي، وذلك من خلال الوقوف عند مفاهيم دالة، يسمح أولا بالوقوف عند الواقع الملموس الذي أنتج بشكل أو بآخر فلسفة الغيرية عند هذا الفيلسوف، وذلك من خلال مستويين. المستوى الأول الواقع التاريخي الذي عايشه هذا الفيلسوف، وأعني بذلك زمن ما بين الحربين العالميتين في القرن الماضي. لقد أدى تأزم النظام الرأسمالي في مطلع القرن العشرين إلى ظهور الأنظمة الإمبريالية والشمولية والكليانية كالنازية والفاشية، كما ظهرت أيضا الثورة البلشفية 1917 بالاتحاد السوفيتي سابقا. وكان من نتيجة محرقة اليهود من قبل النازية أن أعلن ليفيناس الفرار من بلده الأصلي ليتوانيا إلى فرنسا. المستوى الثاني مستوى إبستيمي فكري وإيديولوجي. لقد عايش ليفيناس عن قرب نهاية الأنساق أو المذاهب الفلسفية الكبرى، وخصوصا وبداية أنساق أخرى كانت تعتقد أنها تخلصت من قبضة هيجل، مثل الماركسية والوجودية والفينومولوجية والبنيوية والتفكيكية وغيرها. لقد نعى نيتش الإله وأعلن عن موته على لسان زرع، ثم بعد ذلك توالت صيحات النهايات مثل نهاية الفلسفة، نهاية الإنسان، نهاية التاريخ، وربما الآن نهاية الدولة في إطار النظام المعولة. في هذا المناخ الفلسفي والتاريخي نشأت وتبلورت فلسفة إيمانويل ليفيناس الغيري. لقد تشبعت بفينومولوجيا هوسر، وناظرت وجودية مارتن هايدغر، وأعجبت أيضا ببيركسون، دون أن ننسى أن ليفيناس قد تتلمذ على الفلاسفة الكبار في تاريخ الفكر الفلسفي مثل أفلاطون، ديكارت وكانت، كما يعترف هو بذلك. ويمكن حصر استراتيجية التفكير
الفلسفي عند ليفيناس من خلال لحظات ثلاث أساسية. اللحظة الأولى حوار ليفيناس المستمر مع مارتن هيدغر، حيث سيعمل على قلب تلك الفلسفة من خلال مقاربة الوضع الإنساني من زاوية إيثيقية وليس من زاوية أنطولوجية، من زاوية إيثيقية أي أخلاقية، إن الهم ديالو هو الآخر، هو البعد الإيثيقي الأخلاقي وليس البعد الوجودي. اللحظة الثانية الانشغال بالتفكير في مفهوم الغيرية كعلاقة للأنا بالآخر، تسمح باستشراف حرية الفكر وحقوق الإنسان وحوار الثقافات، ولكن بشكل جديد، لأن هو يدين حقوق الإنسان كما تتداول الآن، لأنها عنده يعني ليست لها منظور ينبني على حقوق الإنسان بشكل عام، إنها تحترم حقوق إنسان دون حقوق ناس آخر. اللحظة الثالثة الاهتمام بقراءة وتأويل النصوص التوراتية اليهودية، وربط العديد من إشكالات الفلسفة بالتوراة اليهودي وبشكل خاص مفهوم الضيافة عنده. وهنا أمكن أن نتساءل كيف انتقل ليفيناس من الأنطولوجيا بلا إيثيقا إلى الإيثيقا بدون أنطولوجيا، ثم ما هي المسوغات الفلسفية التي اعتمدها لإخراج الغير من الاستعباد والتشييء والموضع إلى إيثيقا المسؤولية أو أخلاق المسؤولية؟ وهل استطاع ليفيناس بالفعل تقويض فلسفات الذات والحضور منذ أفلاطون حتى هيدغر؟ ألا يمكن اعتبار الفلسفة الأولى من حيث هي إيثيقا عبارة عن نيو ميتافيزيقا أو شكل جديد من الطوباوي؟ الفلسفة الأولى من أنطولوجيا الذات إلى إيثيقا الذات. ينتقد ليفيناس الفلسفات الغربية بمختلف ألوانها واتجاهاتها، لكونها في نظره تعلي من شأن الذات والوعي، بل تخضع لمنطق الهوية والتشابه وإمبريالية العقل والمنطق. إنها فلسفات متعالية عن فهم الآخر بما هو غير يفضي إلى الكلية أو الكلانية، ذلك أنه سواء أتعلق الأمر بمبحث الوجود عند أرسطو أو الكوجيتو الديكارتي أو الأنا كوعي قصدي عند أوسر أو مفهوم الوجود الإنساني داتزاين عند مارتن هيدغر، فكل هذه الفلسفات لم تستطع الانفكاك عن ميتافيزيقا الحضور، لقد طغت عليها الأنطولوجيا كوجود، والحال أنه لم يعد التفكير في الوجود هو الذي يسبق ويقود التفكير في البعد الأخلاقي الإنساني، يقول ليفيناس في هذا الصدد. بالرغم من كون هيدغر أعلن عن نهاية ميتافيزيقا الحضور، إلا أنه استمر في التفكير في الوجود كحضور قريب من الإنسان، ويبدو أنه غير قادر على التخلص من هيمنة الحضور التي ينجد بها. القول ورد في مجلة أوراق فلسفية عدد 17 في حوار له مع مفكر اسمه كيرني، ريتشارد كيرني. إن كتاب الوجود والزمان يؤسس لأولوية الوجود على الموجود، هذا مارتن هيدغر، لأنه تتلمذ عن مارتن هيدغر وتتلمذ أيضا على أوسر، ولكنه مارس قتل الأب عليهما بحيث أنه انتقدهما فيما بعد، تتلمذ عنهما ما تشكلوا الأستاذ بالنسبة إليه، تتلمذ عليهما، ولكنه انقلب في الأخير لينتقد هذه الفلسفات الوجودية والفينومولوجية. إن كتاب الوجود والزمان يؤسس لأولوية الوجود على الموجود، التي هي علاقة لا شخصية ومحايدة على العلاقة مع الموجودات، أن العلاقة الأخلاقية إنه الحالة هذه وجود مكتف بذاته، فالوجود مع الآخرين بحسب هيدغر يسقط في منطق الشبيه والمطابق، والحال أن الآخر هو وجه منفصل عني ويحقق شرط اختلافي عنه. أضف إلى ذلك أن الوجود الإنساني ليس حيزا مكانيا أو فضاء هندسيا، إنه حيز آهل بالسكان، حيث يتواجد هؤلاء وأولئك
من أجل الآخرين. أيضا ليس الآخر نتيجة تأمل ترانسندونتالي أو تمثل أو تكوين كما هو الحال في التأمل الخامس من كتاب تأملات ديكارتية ليوسار. صحيح أن الفينومولوجيا هي منهج إبيستيمولوجي صارم يصف الكيفية التي تنبثق بها مفاهيمنا ومقولاتنا المنطقية، ولكنه مع ذلك فلسفة للوعي والحرية. وإذا كان ليفيناس هو الذي عرف بفينومولوجيا وسر في الثقافة الفرنسية من خلال مؤلفه عن هذا الفيلسوف، فإنه مع ذلك يقول عنه إن الظاهراتية هي فلسفة للحرية، حرية تتحقق كوعي، وعي يوجد قبل العالم ولا يتحدد إلا به. ومنه بل إن قراءته للاختزال الفينومولوجي تفضح نظرته المثالية إلى الظاهراتية، إنه بحسب فهمه نوع من الحفاظ على الوعي خارج العالم، فليس الوعي لحظة في العالم بل اللحظة المؤسسة لها بامتياز. عن مقال نقد الحاجة إلى فيلسوف الغيرية ده في موقع حياة بالإنترنت. إن تجاوز التمركز حول الذات لا يتم من خلال الانفصال بين الأنا والآخر انفصالا أكثر قربا من القرب نفسه، لأنه لا يتطلب الهيمنة على الآخر ولا يهدف إلى دمجه في نظام الأنا. انفصال هو ميتافيزيقا وليس أنطولوجيا. إن البين ذاتية في التصور الفينومولوجي تنتهي إلى الذاتية عينها في نظر ليفيناس، إذ يغيب التواصل ضد فعل التكوين وعنفه. والشرط الموضوعي بحسب ليفيناس هو التواصل، والتواصل لا يتحقق داخل منطق التكوين الذاتوي بل يعمل على تفجيره من الداخل، لأنه شرط الانفصال. والآخر ها هنا وجه للانهائي الذي ينفلت من كل معنى. وإن كان أصل كل معاني فما هي دلالة الوجه الذي يركز عليه ليفيناس؟ لأنه بالنسبة ليفيناس يركز على مفهوم الوجه. مفهوم الوجه هو اللي تيحمل البعد الأخلاقي، وهو اللي تيحمل الدلالة ديال الغير، ديال الإنسان الآخر الذي يتحدث عنه. هناك قولة لليفيناس: الوجه ليس مرئيا، الوجه يتكلم. وينبغي ألا نفهم أن الوجه هنا بالمعنى الأمبيريك التجريبي الحسي التجريبي، لا. الوجه هنا أردت أن أقرب إلى أذانكم هذا المفهوم، حال كما تنقول إحنا في الثقافة الشعبية ديالنا وجه الله، اللي تقول شي واحد وجه الله وكأنك يعني تستدل بشيء لا يمكن خرقه ولا يمكن تجاوزه، تقول وجه الله توقف. إذن هنا الوجه عند ليفيناس لا يشير إلى البعد الحسي التجريبي الأمبريقي، بل هو دلالة رمزية. هدف الوجه ليس مرئيا، الوجه يتكلم. وردت هذه العبارة في ترانسوندونس اي انتيليجيبيليتي ديال ليفيناس أو التعالي والمعقولية. يتخذ مفهوم الوجه في فلسفة ليفيناس معنى مزدوجا، فهو من جهة كشف وانكشاف للضعف والهشاشة، وهو من جهة أخرى تعبير عن التعالي. فالوجه سلطة نافذة وعي، بل هو تجلي الإله باعتباره سلطة متعالية ولا متناهية، بما هي طبيعة وجود ينفلت من كل تعريف. إن سلطة الوجه تفرض علينا مسؤولية أخلاقية، فالوجه مسكن الإله بما هو سلطة تجعلني مسؤولا عن موضعي في هذا العالم تجاه الوجود بما فيه الآخر. إنني أرى الإله في وجه من أعرف ومن لا أعرف، فالوجه الذي أراه كل يوم هو كل شيء ما عداي، ولكنني جزء منه لأنني أعرفني فيه. الوجه كأنطولوجيا الغيرية في موقع إلكتروني. إن الوجه والحالة هذه ليس إمبريقيا ولا يوجد في الواجهة، إنه ينسحب على كل الذات، فهو الطريقة التي يحضر بها الآخر وهو يدل من دون أن يظهر شيء عبره، ولا يمكن لأي فينومولوجيا اختزاله، إنه أثر ما بقي عن كل أصل.
أثر يحمل وصية أخلاقية تصدع بعبارة لا تقتل، ويتجلى هذا الوجه الأثر في القريب، في الغريب، الأرملة، اليتيم، المعوق. دائما عندما يحضر هذا الوجه في بعده الرمزي وكأنه يصدع، يرفع صوته ويرفع عقيرته لا تقتل. ربما هناك تأثير ديال الفكر اليهودي، ولكن العبارة عندها دلالة أخلاقية وإتقية رائعة جدا، لأنه دعوة لتجاوز كل أشكال العنف، وخاصة أقصى درجة العنف اللي هي القتل. صحيح أنه يمكن القتل، غير أن عملية القتل لا تطال إلا ما هو أنطولوجي. مسألة خطيرة بالنسبة للقتل عند ليفيناس، لأن الموت لا يقلق، ما يقلق هو استمرارية الموت. لذا فهو ينزع حتى هذيك الوظيفة ديال الانتحار، ما تتبقى الانتحار ما تيبقاش عنده وظيفة، لأنك إذا انتحرت فقط قضيت على واحد الوجود الأمبريقي، ولكن الموت سيستمر، لن يقف الموت. ما يقلق هو استمرارية الموت وليس موت الآن، لأنه دائما هو يهتم بالغير. القتل لا يطال إلا ما هو أنطولوجي. إن أمر لا تقتل ليس قاعدة بسيطة للسلوك، بل هو مبدأ الخطاب نفسه ومبدأ الحياة الروحية. في كتاب ديفيسيل ليبرتي ينبثق ها هنا سؤال: إذا كان الوجه بحسب ليفيناس لا يرى، فكيف يمكن أن يتجلى للآخر كوجه؟ وجواب ليفيناس: الوجه ليس مرئيا ولكنه يتكلم. فموسى عليه السلام مثلا لم يرى وجه الله ولكنه كلمه أو سمع صوته، وكذلك النبي إبراهيم استجاب للأمر الإلهي المتعالي فاستبدل فعل قتل الإبن بالتضحية بحيوان كفدية أو بديل. ناتي أعطيت الأمثلة للدليل أو لمحاولة مجاوزة كل أشكال العنف ومن القتل. إن الصوت النابع من الوجه لا تقتل ينزع عن الأنا كل قدرة على القدرة. إن الصوت النابع من الوجه لا تقتل ينزع عن الأنا كل قدرة عن القدرة. الفلسفة الأولى عند ليفيناس أو ما أسميته بالنيو ميتافيزيقا. يبدو من خلال ما تقدم أن الفلسفة الأولى عند ليفيناس هي في حد ذاتها ميتافيزيقا، أو لنسميها إذا سمحتم بنيو ميتافيزيقا، إنها الفلسفة التي يمكن أن تعطي الكينونة معناها وتضفي عليها الطابع الإيطيقي. في كتابه الأساسي الكليانية واللامتناهي يرى بأن الأخلاق ليست فرعا من الفلسفة، بل هي الفلسفة الأولى. ولكي يوضح ذلك ميز بين الأخلاق مغا الميتافيزيقية التي تنطلق من الأوامر والواجبات القطعية المتمركزة والمتمركزة حول مفهوم الذات، وهي بذلك تمحو من الوجود، من الوجود الإنسان، تمحو من وجود الإنسان كل تميز وفرادة واستثناء. قلت: وبين الأخلاق إيتيك التي تقتضي لقاء الأنا بالآخر وجها لوجه، بحيث ينتج عن هذا اللقاء وضع حريتي وتلقائيتي موضع تساؤل وشك، وذلك نتيجة لغرائبية الآخر أو عدم إمكانية اختزاله إلى الأنا. واقتران كلمة أخلاق بالميتافيزيقا له ما يبرره في نظر ليفيناس، وهو أن الحقيقة الأولى بالمعنى الدقيق للكلمة هي الحقيقة الإنسانية، وهي الحقيقة التي أخذت شكل تلك الوصية التي تحدثنا عنها سالفا لا تقتل، والتي أرصد عائمها الدين. والدين ها هنا ليس بالمعنى التيولوجي أو المفارق، إن الدين هو هذه العلاقة التي تنتظم الأنا بالآخر. ومن هنا فإن ليفيناس يقيم تعارضا بين السياسة والدين، فالسياسة
وجه آخر، وجه آخر للأنطولوجيا تنزع نحو الاعتراف المتبادل والمساواة لتضمن بذلك ما يسمى بالسعادة. في حين يبقى الدين رغبة وليس صراع، إنه الفائض الممكن في مجتمع يقوم بين متساوين. رجعت بالنسبة لهذا النص إلى حوار لريشارد كيرني مع ليفيناس منشور في مجلة أوراق. والآن ما القول في هذه الميتافيزيقا الجديدة التي تؤسس لمفهوم الغيرية عند ليفيناس؟ ثم هل استطاع بحق تقويض وقلب الفلسفات منذ أفلاطون وحتى فلسفات ما بعد الحداثة؟ وبسؤال آخر، ألا يمكن اعتبار العلاقة بالآخر الأخلاقية مجرد طوباوية ولا واقعية؟ يبدو لي من الصعب أن يعني أن نكيل أحكاما جاهزة في حق فلسفة الغيرية عند ليفيناس، أو نتبنى مصادرات قد نحتاج إلى تسويغها، ولكن مع ذلك لنترك ليفيناس نفسه يجيب على هذا الاعتراض السالف. يقول: إنها لمؤاخذة كبيرة موجهة إليك، أين يمكنك أن تجد علاقة أخلاقية متحققة؟ وجوابي هو أن كون هذه العلاقة طوباوية لا يمنعها من الإحاطة بأفعالنا اليومية المتعلقة بالكرم والإرادة الطيبة تجاه الآخر، بل إن أتفه الحركات وأكثرها ابتدالا. قلت يعتبر أن أتفه الحركات وأقلها ابتدالا، كأن نقول لأحد مثلا عندما نجلس إلى طاولة من بعدكم: إذا كنا نعتبر هذه طوباوية، فهو يعتبر أن فلسفته الأخلاقية بالفعل طوباوي. ما أريد أن أختم به هذا العرض هو قولة وردت عند ليفيناس عقب مذبحة صبرا وشتيلا، وكانت قولة معبرة تحسب له، وهي: الإنسان أكثر قداسة من كل أرض مقدسة. هذا قول ديال ليفيناس: الإنسان أكثر قداسة من كل أرض مقدسة. وربما هذا القول سينزع على ليفيناس كل اتهام بالصهيونية أو اليهودية. صحيح أنه يهودي، ولكنه مع ذلك فيلسوف هدفه هو يعني التسامح، هدفه هو محاربة كل أشكال العنف، سواء كان هذا العنف مباشرا أو غير مباشر. وأستسمحكم وشكرا. شكرا أستاذ مصطفى على هذه الورقة التي تناول فيها مشروع فلسفي أو مفهوم الغيرية في المشروع الفلسفي للفيلسوف إيمانويل ليفيناس، من خلال التعريف به ومن خلال التأطير للمؤسسات التي أدت إلى بناء هذا المشروع، ويميز فيها بين مؤسسات واقعية، المرحلة التاريخية التي عاش فيها ليفيناس، مرحلة الحرب وما بين الحربين، ثم المؤسس الإبستيمي مرتبط بنهاية الأنساق في التاريخ الفلسفي، ومن خلال حواره مع كل من هايدغر وهوسيرل. وقف كثيرا السيد مصطفى عند دلالة الوجه باعتبارها دلالة أساسية في العلاقة بين الأنا والغير، خاصة من خلال الأمر الذي يتنقى ويبرز أو ينكشف من خلال هذه اللقاء، أمر ذات حدود وما حدثنا إلى في هذا الزمن إلى تجلية هذا الأمر وتحقيقه تجاوزا لكل عنف وكل ألم الذي تعاني منه الإنسانية اليوم. وأترك إن لم تكن هناك مداخلة ممكنة، أترك المجال للسادة المتدخلين في جلسة اليوم للجواب، ولست أدري أي ترتيب يختارونه، هل هو الترتيب الأول أم نعيد ضم
بصراحه استفدت. نعطي الكلمه للاستاذ ابراهيم الطالب ليرد ويجيب او يضيف. شكرا. او يتفاعل كقاعدة. شكرا منسق هذه الجلسه وشكرا على الحضور الكريم والتدخلات ايضا التي تدل على حسن متابعه العروض الثلاثه. هناك ردود فعلا وهناك بعض الاضافات وهناك بعض التوضيحات. حتى لا اطيل، يمكن القول عموما بان القول التي قلتها ايها التلميذ، الفلسفه عقل بدون سلطه والسياسه سلطه بدون عقل، يجب ان ناخذها في سياقها. ما آلت اليه السلطه الان انها سلطه بدون عقل. دليل واضح، الجرائم التي تحدث يوميا، الديمقراطية المشوهة، الليبرالية المتوحشة والرأسمالية المتوحشة من خلالها، كلها نتاج سياسي أدى إلى استبعاد كل ما هو عقلي. معنى أن السياسة صارت عنفا وصارت تحتكر حتى استعمال العنف وتختص بها نفسها. في الوقت الذي كان الغرض منها هو كبح هذا النزوع العدواني لدى الإنسان، كأن يعني الانتقال من الحالة اللي هي الحالة الطبيعية اللي هي مفترضة إلى الحالة المدنية لم يحقق ما كان منتظرا. وما الدعوة إلى تخليق الحياة السياسية إلا رد على هذا المآل. الفلسفة فعلا عقل بدون سلطة. إن كانت لها سلطة للفلسفة فلها سلطة واحدة اللي هي سلطة البرهان. سلاح الفيلسوف الوحيد هو البرهان، هو العقل، هو الدليل، وليست له سلطة مادية، وبذلك يدخل دائما في شنآن مع السياسي الذي له السلطة فهو يخضع ولا يقنع، بينما الفيلسوف يقنع ولا يريد أن يخضع، لأن الإقناع أفضل من الإخضاع. الديمقراطية المباشرة مقصود بها كتنوير فقط التلاميذ، الديمقراطية المباشرة التي كانت تمارس في مدينة أثينا اليونانية كانت ديمقراطية مباشرة، كل القرارات السياسية تتخذ في برلمان اسمه ساحة الأغورا بمشاركة الجميع، نتخذ القرار السياسي بشكل مباشر، يعني ليس هناك ممثلين، أنت تمثل نفسك. الديمقراطية المباشرة التي نعيشها الآن لم تعد ديمقراطية مباشرة ممكنة، لأن الكثافة السكانية كبيرة، وبالتالي نختار ممثلين يمثلون في ماذا؟ في البرلمان. عندما يتحدث البرلمان فهو لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن يعني الذين يعني صوتوا. هذه ديمقراطية غير مباشرة، وهي التي يمكن أن تتحقق ويمكن أن تنقلب إلى استبدادا، لأن فعلا مآل الديمقراطية أنها انقلبت إلى استبدادا. كيف نفسر مثلا داخل مجلس الأمن الدولي أن هناك خمس دول تتحكم في السياسة الدولية وتسيرها لأغراضها، ويتم تغييب يعني الدول الأخرى حتى في الأمور يعني المتعلقة بشؤونها الخاصة؟ كيف يمكن تفسير مثلا سحب مصر لقرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في لحظة يعني قياسية من الزمن فقط بمكالمة هاتفية من قوى عظمى؟ بالنسبة للعلاقة بين السياسة والمدينة، أخي وزميلي في العمل وفي الشعب أيضا السيد عبد الحكيم مخريص، يجمع المؤرخون والسياسيون الذين اطلعت عليهم بأن ميكافيل هو أول من دعا إلى ضرورة الفصل بين السياسة والأخلاق. هذا إجماع، وليس هناك اختلاف في المسألة. عندما دعا ميكافيل إلى أن الغاية تبرر الوسيلة، ما معنى هذه القولة؟ كل ما يمكن أن يحقق غرض الحاكم أو السياسي فهو مباح، سواء كانت وسيلة أخلاقية أو وسيلة لا أخلاقية. وعندما يدعو إلى مثلا اتباع وسائل أخلاقية فهو يدعو كما قلت، وهذا قلته أيضا، التصنع، والتصنع ليس هو التخلق في نهاية المطاف. قد يتصنع أنه هو فيه، ولكنه فيه ليس وفيا على الحقيقة. ولكن ما يهمنا نحن كما ورد في التدخل الأخير هو ما آلت إليه الأوضاع، ما آلت إليه الممارسة السياسية. نظريات التعاقد الاجتماعي تم تجاوزها رغم الإيجابيات ديالها، ربما يمكن أن نقول بأنها استنفذت إمكانياتها. وهناك انفتاح الحقل السياسي على نظريات جديدة تعيد النظر في مجموعة من المفاهيم التي ركمها الخطاب
السياسي، وقد أشرت إلى ذلك في نهاية العرض. مفهوم السلطة تم إعادة التفكير فيه، مفهوم المواطنة أيضا، مفهوم الديمقراطية في حد ذاتها، الليبرالية، الحرية، كل مفاهيم فهي مفاهيم قابلة للإغناء وقابلة للتطور. وقد قال متدخل بأنها حسب جيل دولوز كان كيدير واحد التمثيل كيقول لك المفهوم بحال الطائر لا يستقر في مكان معين، يتحول من مكان إلى مكان آخر. كذلك المفاهيم ترتحل من مجال إلى مجال آخر. القانون مثلا في السياسة ماشي هو القانون في الأخلاق، ماشي هو القانون في العلم. إذا هنا مفهوم القانون يتخذ دلالات حسب المجال، وحتى القانون يتم إغناؤه من خلال الزمن. يعني مفهوم ديال المواطنة مثلا في المغرب قبل الاعتراف بالأمازيغية وقبل الاعتراف يعني هذا الفسيفساء اللغوي اللي عندنا في المغرب، راه ماشي هو مفهوم الوطنة الآن. إذا مفهوم الوطنة خضع لمجموعة من التغييرات ومجموعة من، يعني أن المفهوم ليس جوهر بل هو بنية متغيرة يقبل التغير، يعني أنه منفتح. المسألة الأخرى هي ضرورة ضبط المفاهيم، وأنا أتفق معك زميلي وسعيد على المسألة هذه. المشكلة عندنا ديال التواصل هي أننا لا نستعمل المفاهيم وفق دلالات محددة، فيتم الخلط بين المفاهيم وبالتالي لا يتم التواصل. مثلا الفصل بين العلم والدين هو المسمى بالعلمانية من العلم، أما الفصل بين السياسة والدين ليس هو العلمانية. يجب أن نبحث له عن ماذا؟ عن مصطلح آخر حتى نميز بين ماذا؟ بين الفصل الأول والفصل الثاني. والفصل بين الدين والأخلاق أيضا يجب أن نبحث له عن ماذا؟ عن مفهوم آخر. هنا نحت المفاهيم، هنا دعوة جيل دولوز إلى ضرورة نحت المفاهيم وليس فقط استقبال المفاهيم من مصادر أخرى غير المصادر التي نشتغل من خلالها. السيخ توش دار واحد المداخلة متميزة صراحة، والورقتين الأولى والثانية الهدف هو في نهاية المطاف الحديث على العلاقة بين المدينة والسياسة. السياسة سواء في أبعادها الفلسفة، سواء في أبعادها السياسية أو الفنية أو الأخلاقية، أو يعني البعد المتعلق بالمجتمع المدني. فيمكن أن أقول بأن ما يمكن أن تقدمه للفلسفة للمدينة الآن هو مسألة النقد، وما أحوجنا إلى النقد في زمن غياب النقد، في الزمن الذي يأخذ فيه الإنسان أي فكرة وكل ما يسمعه يصير بالنسبة لديه قناعة، وهو مستعد أن يغير هذه القناعة في أي ظرف كيفما كان. إذا ما يمكن أن تقدمه للفلسفة المدينة هو النقد، أن ننتقد كل شيء، ولكن ليس النقد الهدام بل النقد البناء الذي يحمل في طياته بديلا. ولكن يبقى دائما السؤال الأول الذي طرحته هو ضرورة التفكير في المدينة، ما هي وما هي مواصفاتها وماذا يمكن أن تنتج، هل تنتج الإيجابي أم السلبي، هو موضوع لتفكير يعني قد لا يسع له فقط المقاربة الفلسفية بل يجب الانفتاح على مقاربات أخرى كما قلت، مقاربة مثلا سوسيولوجية، مقاربة معمارية، مقاربة فنية. وشكرا للمتابعة. شكرا أستاذ سعيد. فقط أخطأت عندما نتحدث عن موضوع الانطواء والفلسفة والمدينة، ليس بالضرورة وضعنا تقابلا بين الفلسفة والمدينة بقدر ما أكدنا على الكيفية التي يمكنها تحضر بها الفلسفة داخل المدينة من خلال القضايا التي تطرحها المدينة مرتبطة بقضايا الفن، قضايا الإنسان، قضايا الدين إلى آخره. لأن هذا فقط على سبيل التدقيق أعطي الكلمة للأستاذ مصطفى قلقول ليرد أو مضيف وليتفاعل. شكرا. سنتفاعل من طبيعة الحال مع التدخلات ديال الإخوان المشكورين. أبدأ بالتدخل الأول. صحيح أن هناك تأثير، يعني بغينا ولا ما بغيناش، لليهودية على فكر ليفيناس، سواء كان يعني قصديا شعوريا أو لا شعوريا، لأن الرجل تشبع بالثقافة اليهودية، وليتوانيا كانت عش كبير ديال اليهود، وكان يؤول نصوص تلمودية اعتمادا على الهرمونيتيك، وله مؤلفات في هذا المجال. إنما يعني ما يعني سأقول أنه من الصعب أن نسوغ أو نبرر
القولة التي جاءت في التدخل توسل بالفلسفة لترسيخ اليهودية، إنه لم يستخدم الفلسفة كوسيلة لترسيخ اليهودية. الرجل دون زعاء إنسانية راقية جدا، صحيح كاين تأثيرات ديال الفلسفة اليهودية، ولكن هذا ما تيعنيش أنه صهيوني، أنه كان يناصر كذا أو اليهود، لا بالعكس، كانت عنده واحد نزعة إنسانية راقية جدا، وكان الهم ديالو دائما يحمله عند الغير أو الآخر بالمعنى العام. ما معنى استمرارية الموت؟ أكيد نرى الموت مستمر، تيموت شخص وتيعاود يموت الآخر، وهذا هو ما يقلق حقيقة في الموت، لأنه لا ينتهي، الموت لا ينتهي مستمر. لذلك فالشخص الآن يمكن أن تنتهي حياته في لحظة معينة، ولكن ما تيموتش الموت بنهاية الشخص، خصنا نقتلوا الموت باش يكون الخلود، ولكن هذه المسألة غير ممكنة. لذلك فالموت مستمر، وهذا ما يقلق حقيقة عند ليفيناس. إن لفلسطين فدائيها، وما كلفان فدراء، يرى دائما هناك فداء، دائما هناك حرب مستمرة، يعني ما غاديش نقولوا أننا سنفدي فلسطين ما بين عشية وضحاها، هذا مشكل كبير وكبير جدا. العلمانية ضد الدين، صحيح ماشي ضد الدين، ولكن تفصل الدين عن السياسة عن الدولة، هذا هو العلمانية فصل وليس وصل، يعني الأساس ديال العلماني أنه يفصل السياسة عن الدين. إشكال الهجرة والمشاكل السياسية والعنف التي تحدث عنها بعض الإخوان، يعني ليفيناس في الهدف دياله في فلسفة الغيرية ليس سياسيا، هذه مسائل سياسية، والسياسة بحسب ليفيناس هي تهدف إلى الحق، الحق بالمعنى القانوني الذي يقيم توازنات بين الأشخاص. ولكن الغيرية أو الإطاقة كفلسفة أولى تهدف إلى الخير وليس الحق، لأن كاين فرق ما بين أن نتحدث عن القانون كحق، والقانون دائما راه مطاطي، يعني تقول كل واحد حسب قوته وموقعه، وبين الخير كمفهوم طوباوي لو بغينا نقوله، كمفهوم أخلاقي. لذلك فمن صعب جدا باش يعني نراهنوا أو نصادروا على أن فلسفة الغيرية عند ليفيناس ستحل كل مشاكل، وس يعني نناهض بها كل عنف، لأن العنف حاضر والعنف متأصل في الإنسان، ولكن الدعوة ديال ليفيناس تتبقى مجرد دعوة إلى تجاوز كل أشكال العنف. السؤال الأخير الحق لا يزال يطرح نفسه، كيف ستساهم الفلسفة في تغيير المدينة؟ وهنا تحديد المفاهيم أساسي، عن أي مدينة؟ كما قال سي عباس البارحة نتحدث، ربك انت هو مطروح، أكيد أن هناك نماذج وأنماط كثيرة ديال المدن، وكاين يعني مدن اللي هي كبيرة جدا وبمواصفات تقنية كبيرة، وكاين مدن قرى، مدن شبيهة بالقرى. إذن في كل الأحوال هناك مدن كثيرة، والفلسفة ربما كما تعلمون كاينة كحكمة نظرية وكاينة كحكمة عملية. حكمة نظرية يهمها الأنساق والمذاهب، والحكمة العملية هي تلك التي تخلق المواطن المثقف الواعي الحر، المواطن المدني، الإنسان المدني اللي هو يمكن يعطي المدينة نموذج ديال ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. إذن هنايا
عندما نستبطن أو نستدمج الفلسفة كحكمة عملية سنكون مواطنين أحرار داخل مدينة حرة. وشكرا. شكرا مصطفى.